خلال ندوة صحفية تندرج في إطار المؤتمر الدولي الحكومي حول الهجرة بمراكش، أكدت الأمينة العامة للمؤتمر السيدة الويزربور أن الميثاق العالمي لهجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة الذي سيصادق عليه بالمدينة الحمراء يعتبر وثيقة أساسية لضمان تدبير أمثل لقضية الهجرة. السيدة أربور، والتي هي أيضا المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة حول الهجرة الدولية، أضافت أن هذا الميثاق الذي يعتبر ثمرة 18 شهرا من المفاوضات المكثفة يروم تبني الممارسة الفضلى في مجال الهجرة في إطار احترام حقوق الإنسان وسيادة الدول التي تشكل حجر الزاوية في سياسة الهجرة.